فوز المغرب بالرتبة الأولى عالميا في الدورة اللي عرفتها إيطاليا حول الطبخ وخصوصا صنف الكسكس، كنعتبره على أنه ليس بإنجاز، وإنما هذا أنا تأكيد على أن المغرب له عادات وتقاليد وأصناف يعني غذائية مصنفة دوليا، وباعتبارها واحد الآلية من الآليات اللي كتصنف التراث اللامادي. كنعتقد على أن ماشي لأول مرة المغرب تيفوز في مسابقة ديال الأصناف الغذائية أو المأكولات المشهور بها عالميا، فبالتالي كنعتقد على أنه ترسيخ وتأكيد وتصنيف جديد ينضاف إلى الرتب اللي احتاجها المغرب على مستوى التغذية أو الأصناف الغذائية المغربية. هذا شيء مجناش كغريب، تبارك الله على المغاربة، ماشي غير في كسكس، في الكوزينة كاملة تبارك الله عليهم ديما مشرفينا وشرف لينا هذا كبير. تنافست مع دول بزاف في العالم كامل وكانوا هما الولا، في حين ان كنعرفوا ايطاليا ودول اخرين تبارك الله عليهم حتى هما عندهم ما يقولوا في كوزينه. كما ديما تبارك الله مشرفينا ماشي غير في المجال الطبخ وانما رياضه سياسه كل شيء، وصافي حنا فرحانين بزاف في هذا الكاس الطبخ. كنشكر المغرب ديالنا البلد العزيز على الجائزه اللي حظى بها، وكنتمنوا يحظى بها دائما، لأن طهي الكسكس هو الأكلة المفضلة وخصوصا يوم الجمعة. الأجانب كتعجبهم هذه الوجبة، ودائما عندما أكون في مطاعم بعض المطاعم كان وخصوصا يوم الجمعة أشاهد أن الأجانب توما يشاركوننا في هذه الأكلة الجميلة. أنا شخصيا عندي أصدقاء كوريين، وفاش بغيو يجيونا المغرب اول حاجه تيطلبوا مني هما انهم ياكلوا الكسكس المغربي، ونفتخر بان المغرب عنده واحد الاكله اللي انترناسيونال، والحمد لله دائما نهزين الرايه ديال المغرب، يا في الميدان ديال الاكل، يا في ميدان سبور، يا في اي حاجه. حنا فرحانين باللي المغرب دار البطوله ديال طهي الكسكس، تنافس مع بزاف ديال الدول، بما انه المغرب معروف بكسكسو، دونك راه كاينين بزاف ديال الاجانب كيجيو حتى المغرب باش انهم ياكلوا كسكسو. هذا شرف لينا حنا كمغاربه، كنفتخروا بهاد الاكله اللي معروفه انها كدار كل جمعه، ما كاينش شي دار مغربيه ما كيكونش فيها كسكسو نهار جمعه. اون لي تري فيير بهاد الريزولتا اللي وصل لها المغرب.